مواد الغذائية لا تتحمل خزين لمدة سنوات. أنت تعرف المواد الغذائية وقابليتها على الخزن في مخازن. هذه المعلومة خطيرة جدا، أنكم لا تتمكنون من خزن المواد، لأنه المواد كما تعلم أنها تتعرض إلى التلف، أنه ما عندكم قدرة تخزينية. عندكم خزين استراتيجي يحقق الأمن الغذائي لو ما عندكم. سيد نجم، حتى نكون كل استريحين، أي احنا اذا تتحدث عن خزين استراتيجي، اليوم معظم المواد الغذائيه لا تتحمل خزين لمده سنوات. انت تعرف المواد الغذائيه وقابليتها على الخزن في مخازن وفق يعني قياسات علميه. احنا لدينا القدره على المرور من الازمه والوصول الى بر الامان، وكنا نحتاج 3 ملايين طن يضاف الى المواد اللي احنا معتمديها عندنا مخازننا والمتوقع لها بالموسم التسويقي. بذلك احنا نقدر نتجاوز الازمه من خلال العقود اليوم اللي اتفقت بها الحكومه، والان قدمنا اليوم 15 عرض من شركات من مناشئ عالميه لمحصول ابو الحطة. احمد العزيز، قبل ان تلج بهذه العروض، هذه المعلومه خطيره جدا، أنكم لا تتمكنون من خزن المواد، لأنه المواد كما تعلم أنها تتعرض إلى التلف وتحتاج إلى مخازن من نوع خاص. معقولة هذا العالم الآن كله حتى بالصومال يشتغل لديه خزين، أنتم تبررون أمام الشعب اللي يشتري قونية الطحين ب50,000 أنه ما عندكم قدرة تخزينية؟ معقولة وزارة ما تقدر تخزن مواد؟ سيد نجم اولا خلينا نتحدث بموضوعيه ونتفق على الخروج بنتائج بالحلقه. انا اتحدث لك بموضوعيه ووضع لك الحقائق كما هي لا ابالغ. احنا بالبطاقه التمويليه ما عندنا مشكله، انت شو تريد بعد وزاره التجاره؟ اخي شديد. انا الان اسالك انت وزاره التجاره، انت تتاجر بماذا؟ بس بالبطاقه التموينيه. نعم. وبعدين البطاقه التموينيه اتعاقدت لكم. نعم. مع جهه واحده، بيش التاجرون؟ نعم. بيش التاجرون؟ نعم. حقيقة سيد نجم، النظام الداخلي لوزارة التجارة يتحدث عن مفاصل أخرى غير مرتبطة في موضوع مجرد احنا نقرأ السوق المحلية. مجرد وزارة التجارة تقرأ السوق وتعطي اليوم على أساس السوق مرتبطة بالقطاع الخاص وسياسة خاصة بالقطاع الخاص، والوزارة تتابع وتعطي تقارير. هذا اللي حصل. احنا في موضوع الدعم الحكومي عندنا السلة الغذائية، قرار 160 لمجلس الوزراء اتاح لهذه الوزاره التعاقد مع القطاع الخاص. اليوم احنا ما نتعاقد ولا نشتري، يتعاقد القطاع الخاص ووزاره التجاره تستقبل وتنطي للوكلاء. عندنا 57-60 ألف وكيل موزعين. الان كل الوكلاء استلموا مواد غذائيه وكل الوكلاء استلموا طحين. خلص والعمليه مستمره بالتجهيز. والله انت قد اصبت كبد الحقيقه. انتم الان تتعاملون مع التجار، اكو تاجر دا يجيب يطل الوكاله للوكلاء من خلالكم. اذا شنو دور الوزاره اذا ماكو دور في معالجه الازمات؟ هسه راح تشترون 3 ملايين طن حنطه وانت تقول هاي غير قابله للخزن، وينكم بالازمات؟ هي شنو يعني يا الحصه التموينيه اللي استلمناها مضبوطه؟ حتى الحصه بشهر الواحد بالسله الغذائيه ما بيها تمن، الباخره راح توصل بعد 3 أشهر. هاي شيء أستاذ نجم، باخره وصلت قبل 20 يوم، وزعنا 45,000 طن ولدينا 5 بواخر بالاسبوع. شو وقت وزعت استاذ محمد؟ باخره تحط بعد يومين. استاذ محمد شو وقت وزعتها؟ استاذ نجم العراق يحتاج 120,000 طن شهريا. اليوم من مسؤوليتنا الباخره اللي وصلتكم 40,000 طن اليوم، 45,000 طن اي، والمطلوب 120,000 طن. هو هذا النظام ساد نجم؟ نعم استاذ محمد. ساد نجم، احنا اليوم زائدا الرز المستورد، اليوم جهزنا لاربع محافظات رز عنبر عراقي وياسمين من المنتج المحلي. عندنا 95,000 طن رز محلي راح بدينا به منذ 4 أيام نوزع. يعني احنا اليوم القضيه تحتاج يعني اولا مهنيه، موضوعيه، وجانب اخلاق لازم نوضح حقيقه للناس. نعم. ليش نرعب الناس يا اخي؟ ليش نطلع ارقام خياليه؟ حتى في موضوع ارتفاع الاسعار، ارتفعت الاسعار صحيح، بس الارقام اللي عندنا مو الارقام يتحدث عنها بعض الناس، يعني مو 60,000 سعر الطحين، اعلى معدلات 41 و 42 و43. يعني حقيقة التهويل في هذا الموضوع هو خلق الرعب عند الناس وراح تتوجه للأسواق المحلية. اليوم مطلوب من عدة نخلق حالة من التوازن، البطاقة التموينية مستمرة تجهز،
الوزارة مستعدة للتجهيز في أي لحظة، في أي لحظة تقرى السوق مستعدة تجهز آلاف الأطنان سواء من الطحين أو من المواد الزراعية. منين يجيبوا هاي الآلاف؟ أستاذ محمد، أستاذ محمد معذرة، هاي الآلاف من الأطنان منين يجيبوها؟ نعم. وأنتم ما عندكم خزين والسلة الغذائية تجي محسوبة تروح لمستحقيها، منين تطلعوا هاي آلاف الأطنان هذه؟ أنا أدعو كل مراسلين التغيير غدا يجوني وأطلعهم على الخزين وأطلعهم على المواد الغذائية، وإحنا عقدنا مؤتمر صحفي في أحد المخازن تتوفر به كل المفردات. أخي الكريم، أزمة عالمية صحيح، أزمة كبيرة صحيح، العالم كله تأثر، التهية لحرب كبيرة صحيح. عمي ما محمد، محمد هاي إيران المفرد. هاي إيران. نعم. هاي إيران بصفك، هاي تركيا، هاي مصر، هاي الأردن، ماكو ارتفاع بالأسعار بقدر ارتفاع الأسعار بالعراق. نعم ماكو أزمة، الأسعار في أوكرانيا وفي روسيا للمواد الأساسية أرخص من العراق. أنتوا جاي تسولفون، جاي تحجون، من رفع السعر؟ ها؟ من رفع السعر؟ من هذا التهويل يا أخي، هذا التهويل رفع السعر. سيد نجيب، أنا حقيقة أنا أريد أدقق وياك، أريد أدقق باكر، خلت تجي كاميراتكم وشوف اولا تروح للعوائل. عمي شو اسوي بكاميراتنا يا استاذ محمد؟ كاميراتنا تنزل تشوف السعر بالسوق، شو اسوي بكاميراتنا؟ تروح لمخازنك، انت تقول ما عندي خزين، انت تقول ماكو خزين، انا كاميرات تروح تلقى الطحين ب 45 وتلقى التمن ب 60، هذا اصدق، هذا اصدق من اي شيء اخر صدقاني. انت 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 انا استاذ نجم، انا قلت ما عندي خزين؟ لو قلت الخزين للمواد الغذائية إذا بقى فترة طويلة يتعرض للتلف، وبالتالي عملية خزن المواد الغذائية في كل العالم لها قياسات وضوابط خاصة. أنا أتحدث لك أنه الوزارة ملتزمة بالبطاقة التموينية وغير معنية بالارتفاع الحاد بالسوق التجارية. الهدف من شغل وزارة التجارة خلق خط موازي يساهم بانخفاض الأسعار من خلال ضخ كميات كبيرة من ليش يعني ليش الضغط على وزارة التجارة ودعم وزارة التجارة؟ التجارة مستمرة بالبطاقة التموينية وهذا الخصها. أما أنا أخلق جو ضد الوزارة بهدف مجلس النواب يقرر يصرف للموازنة العامة. يا أخي والله والله أفيع عليكم، والله يا أستاذ محمد أنا أحييكم على هذه الشجاعة بالحديث أمام الشعب أنه الأسعار نتيجة للتهويل الإعلامي. ولا مرة بحياتكم تحملتم المسؤولية بشجاعة أمام الشعب. إحنا اللي طلعنا نهول، والإعلام اللي يهول، والإعلام اللي صعد صعد الأسعار. لا 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 لا، أرجوك أستاذ نجم، أرجوك 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 أن أتحدث، لا تقولني بما أقول. يا أخي تقول التهويل، الأسعار مرتفعة جدا يا أخي. لا أكو، إحنا اليوم من يصير ارتفاع بالأسعار يصير نبالغ لو نقول الحقيقة ونقول هذا اللي عندنا وراح نطي الناس. طيب أستاذ نجم، أنا أشكرك أستاذ محمد، أرجوك خليني أرجع لك أتحدث. نعم أستاذ محمد، حتى تعلق على ما يقال يا أستاذ مصطفى.